جريد 8 سكند بريب ماثماتكس. لسه معانا يونت 1 مطوله شويه. يونت 1 ريل نمبرز. وصلنا لليسون 8 اوبريشن اون ذا سكوير روت. اوبريشن اون ذا سكوير روت. الدرس ده شبه درس تاك. الدرس ده ممكن يساعدنا فيه كالكوليتر جدا، بس يفضل ان انا ما استخدمش الكالكوليتر خالص. ليه؟ لان الدرس اللي بعده بيعتمد على نفس فكره الدرس ده، بس ما ينفعش نستخدم فيه كالكوليتر. فعشان نتعلم صح الدرس ده نحله بنفسنا، فيجي الدرس اللي بعده operation on the real number on the square root. طيب نبدأ اول حاجة نفتكر السكوير روت بتاعت البيرفكت سكوير. يعني فور اكزامبل كده سكوير روت الفور، الفور سكوير روت الفور ايكوال تو، سكوير روت الناين ايكوال ثري، سكوير روت السكستين ايكوال فور، سكوير روت التوينتي فايف ايكوال فايف، سكوير روت الثيرتي سكس ايكوال سكس، سكوير روت فورتي ناين ايكوال سفن، سكوير روت سكستي فور ايكوال ايت، square root 81 equals 9, square root 100 equals 10, square root 11. على الأقل لو أنا مش حافظهم يبقى على الأقل أنا عارف إن الـ root 16 دي ليها root. لو مقدرتش أحفظ إن هما 4 أو بس ابقى عارف البيرفكت سكوير. طب ليه؟ لان هو ممكن يجيني يقول ايه زي نمبر 1 كده سمبل فاي ويديني مثلا سكوير روت 28 او سكوير روت 1000 او سكوير روت 50، سكوير روت 45، سكوير روت 18. دول نوت بيرفكت سكوير وانا عايز اعملهم سمبليفاي. يبقى انا لازم ابقى فاكر البيرفكت سكوير. يعني 28 كام تايمز كام يدينا 28، بحيث ان واحده منهم يبقى بيرفكت سكوير، واحده منهم يبقى بيرفكت سكوير.